وزودوني بوثائق ووقف عقلي بيها. يا بي وين الحنطات مالتك؟ اكلتها الطيور. شوف راح اعطيك معلومه استاذ نجم، مهم ماكو باع والله العظيم، وانا مسؤول عن كلامي، وين ما توصل خل توصل. أيه. والله وتالله وبالله الأغلبية مو حريصة على الشعب، حريصة على مصالحها. وإلا أنا من خلال هاي اللقاءات خلال هاي الفترة راسلوني دخلوني ناس على الخط وزودوني بوثائق ووقف عقلي بيها. يعني أكو شركة، مجموعة جروب شركات مراسلة وزارة التجارة العراقية وعد الوثائق كليتها، قالت لهم يا وزارة التجارة سمعنا أنتوا راح تمرون بأزمة لأن ما عندكم مياه وخطة وكذا، وما عندكم غير 2 إلى 3 مليون حنطة، احنا نزودكم بخطة طوارئ بمليونين طن من افضل انواع الحنطة نجيبها ونوصلها، وهذا الايميل مالتنا ونوصلها لكم، وعلى كيفكم سددونه الما تستلمون. ليش تروحون تطون دفع مباشر يا الله يطوكم؟ تدري الايميل ايش قصال بالعقود نايم، لان اكو ناس يريد يمشوهم اكثر. هاي اليوم اكتشفت الحالة الظهر والله صار لها نايم الايميل. شو اسم حتى المعالي يسمع الآن، شو اسم هاي الشركات التي قدمت هذه العروض؟ جروب الشركات هسه بس تخلص البرنامج ارسل لك اياها، دزول اياها بالتليفون مالتي وترسلها، وانا هسه راح ارسلها المعالي الوزير. مليونين طن حنطه من قبل 3 اشهر، زين ليش منوميها بهاي المكالمه للعقود؟ ليش ما تعرضوها للوزير؟ انا من الناس متكلم ويا دكتور علاء 120 مرة تكلمت وياه، يقول لي يا شيخ انتو تجون علي، انا لا عندي بعد تعاقدات لانه اعطوه للتعاقد الحصه التموينيه للمستثمر، انا بقت عندي بس الحنطه اللي تسلمني اياها الزراعه، انا هذا الكتاب شوفه الثانيه، طلع لي الكتاب، قال انا كاتب راح امر بازمه غذائيه وراح امر بازمه حنطه، وانا قال شهرين صار لي ادق على مجلس الوزراء قوه وافق لي على 150 الف طن حنطه طوارئ راح توصل هذا الاسبوع. زين انا اذا ما حد يصرف لي اعطي من جيبي، بس المشكله وين استاذ نجم اذا سمحت لي؟ المشكله ترى ثق بالله، وهذا انا اول يعني مو دافع عن هذا الرجل الوزير، العله بالمدراء العامين، وخذها من اخوك وانا مسؤول عن كلامي. طيب مدراء العامين عندهم يمكن استاذ كاظم يعني يمكن ادق شويه لان هو احتك بيهم، بس انا احتكيت اكثر. يجي كتبنا للمعالي، مو اجى المعالي قال له شكلنا لجنه ولجنه الطوارئ من الخطه الفنيه واللجان المركزيه وسووا له تقرير هيجي، ورا شهر شهر نكتشف الكذب مالتهم. وين يحيله؟ يحيله للتحقيق. يا بي وين الحنطات مالتك؟ اكلتها الطيور.